السلام عليكم. موضوعنا اليوم عن المغني الكبير سامر المدني. استضافت قناة النهار سامر المدني في برنامج بروبا شندا، واستضافت أيضا والده عمرو المدني. وقد قال سامر المدني أنه لديه 5 سنوات يغني، وكان يغني لأم كلثوم وأغاني وطنية ودينية، وكان يغني في حفلات مدرسية، وبعد ذلك بدأ يغني المهرجانات، حيث أنه عمل فيديو مدته 30 ثانية، والفيديو هذا انتشر بسرعة كبيرة واشتهر من بعدها سامر، وبدأ يغني مهرجانات كثيرة، وهذا الفيديو كان منذ 6 أو 8 أشهر. وقد قال أن مدرسته كانت تطلب منه أن يغني في الإذاعة المدرسية، وتكرم بالكثير من الشهادات من الغنى. وسبب أن سامر حب أن يغني مهرجانات أنه حب أن يغني بعد أن رأى الفيديو الخاص به اشتهر وحصل على مشاهدات عليه. وقد قال والد سامر أن محمد أخو سامر لما رأى سامر يريد أن يغني ساعده، ومحمد هو أخو سامر الكبير. وقال والد سامر أيضا أنه يريد أن يطور من الأغاني التي يغنيها سامر ويختار الألفاظ والعبارات اللائقة. وقد قال والد سامر أنه فتح شركة إنتاج ليغير من مجرى حياة سامر. وقال أنه رأى أن ابنه الكبير محمد يدير أخوه سامر الصغير بطريقة صحيحة، وقال عن سامر أنه يسير في طريق صحيح، وقال أنه لا يفكر في المال إنما يفكر في التطور، وأن يرى الناس سامر بشكل لائق به. وقال سامر أنه يسعد عندما يرى أحدا يغني إحدى أغانيه. وقال وائل سامر أنه سوف يرد على جميع الشائعات التي انتشرت عن سامر. سامر المدني لديه حاليا 2 مليون مشترك على القناة الخاصة به، وقد حصل على الدرع الذهبي واحتفل بحصوله عليه. وسامر المدني مسلم وليس مسيحي. ولا تنسى اللايك والاشتراك في قناة عالم المعرفة نولوج وورلد وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.